ايضا له خبرات كبيره. وكان بالمناسبه كارلوس كيروش كان مرشح لتدريب منتخب المغرب، لان منتخب المغرب المدير الفني له مشاكل، شويه مشاكل مع الاتحاد المغربي، فكانوا بيفكروا في كارلوس كيروش. ولكن زي ما قلت لحضراتكم ان فنجاده كان له دور كبير في تواجد كارلوس كيروش مع منتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه. وبالمناسبه هو اختيار جيد، اختيار جيد، الدعم، كل الدعم للجهاز الفني للمنتخب، كابتن ضياء السيد مدرب مساعد، وايضا الكابتن محمد شوقي، او الكابتن ضياء السيد مدرب عام، والكابتن محمد شوقي نجم النادي الاهلي السابق هو مدرب المنتخب، والكابتن عصام الحضري نجم النادي الاهلي السابق ايضا هو مدرب حراس المرمى لمنتخبنا الوطني. وبالتالي كابتن ضياء على علم كبير بكل اللاعبين تقريبا، وله علاقة خاصة جدا جدا كأب لمجموعة من اللاعبين الكتار اللي موجودين في المنتخب الوطني، فهو اختيار جيد جدا. محمد شوقي من المدربين الواعدين، وكان شغال مع كابتن شوقي غريب في المنتخب الأولمبي وحقق بعض النجاحات، أو مؤخرا حقق نجاح وخرج من البطولة أو من دور الثمانية في الأولمبياد بعد الهزيمة من البرازيل. وطبعا كابتن عصام الحضري تاريخ كبير جدا في عالم كرة القدم مع المنتخب المصري، فالحقيقة جهاز فني جيد جدا. وبالنسبة لمدير المنتخب سيكون واحد من ثلاثة بنسبة أقل دلوقتي، إن محمد بركات هيكمل، يعني أنا كنت بقول لحضراتكم 50-50، ولكن بنسبة أقل دلوقتي بركات هيكمل. النسبة الأكبر لكابتن وائل جمعة وكابتن إيهاب لهيطة، أستاذ أو المهندس إيهاب لهيطة اللي كان مدير منتخب مصر في العهد قبل السابق الحقيقة، لما كان متواجد المدير الفني كوبر، لما كان متواجد كان الكابتن إيهاب لهيطة هو مدير منتخب مصر. دلوقتي الكابتن إيهاب لهيطة رجع في الصورة مرة تانية في منافسة ما بينه وما بين الكابتن وائل جمعة، ومن بعيد شوية بيخش كابتن عبد الحليم علي، ولكن نجم نادي الزمالك السابق. والثلاثة الحقيقة أسماء كبيرة جدا، سواء كابتن وائل أو كابتن عبد الحليم أو كابتن إيهاب لهيطة. نتمنى أن يكون الاختيار موفق، أو حتى لو بركات كمل الحقيقة أيضا، لأن بركات كان عامل شغل جيد جدا خلال الفترة السابقة مع المنتخب الوطني. وبالتالي لو شفنا الشكل العام للمنتخب كده، لا، منتخب عنده إدارة فنية إن شاء الله تبقى إدارة فنية جيدة، عنده مدير منتخب إن شاء الله بعد اختيار أحد الأسماء اللي أنا قلت لحضراتكم عليها. وبالمناسبة أنا قلت لحضراتكم من أول يوم بعد إقالة الكابتن حسام البدري إن محمد شوقي وعصام الحضري الاثنين هيكونوا موجودين في الجهاز الفني، والحمد لله كل الناس طلعت برضو خدت من هنا وقالت ورانا إن كابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري الاثنين هيكونوا متواجدين.